تحت شعار لصوم أكثر صحة وسلامة، كشف مؤتمر التحالف الدولي لمرض السكري ورمضان بالشراكة مع الاتحاد الدولي للسكري والجمعية الأردنية للعناية بالسكري النقاب اليوم عن الدليل الإرشادي الجديد لإدارة هذا المرض. وتطرق المؤتمر إلى عدة مواضيع رئيسية، منها علم وظائف الأعضاء أثناء الصيام ومطابقة المخاطر والتوجيه الغذائي وتعديل عملية تناول الأدوية وتنفيذ التوصيات. وشارك في المؤتمر عدد من الوفود من بلدان مختلفة شملت اختصاصيين في الرعاية الصحية. في هذا الدليل الإرشادي معلومات تهم كل مرضى السكري والأطباء القيمين على هذا الموضوع، بحيث قسم مرضى السكري إلى ثلاث فئات: الفئة حسب مستويات الخطر، خطر الصيام لديهم، وبالتالي المريض السكري الذي ينوي أو يرغب في صيام شهر رمضان يجب عليه أن يتوجه مباشرة إلى طبيبه المشرف عليه ليأخذ رأي الطبيب، سواء كان يسمح له الطبيب بالصيام أو لا يجب لهذا المريض أن يصوم.